يا رب خذ لي حق ولادي يا ربي، يا رب تنصفني يا ربي، اللهم اني مغلوبه فانتصر، يا رب تاخذ لي حق ولادي يا رب وارتاح. انا ام امين شاريز اللي تقتل في مدينه اكادير في 2022 شهر جوج نهار 5 على يد الاصحاب ديالو اللي خرجت تعشى معاهم. وكنظن المغاربه كاملين عارفين قضيه امين، اللي سامعين الاوديوات اللي شايفين ولدي تيخرخر وتيموت، يعني راه المغاربه كلهم متبعين امين شاريز اللي قضيه جريمه قتل تمت فيها تحقيق ديال الشرطه، تحقيق ديال قاضي التحقيق، غرفة الجنايات 3 جلسات، 5 شهور و15 يوم وتحكمات. هذه قضية يعني قتل، جريمة قتل تمت 5 شهور و15 يوم وتم الحكم عليهم. من هذاك المتهم الرئيسي اللي هو الأردني، منين خرج مشى دارت حقوق المسترة الغيابية في المرحلة الاستئنافية، لأن ما كاينش عمره ما حضر، تحكموا عدم مؤاخذتهم الربعه، وهذا قتل خطا. كمل 6 شهور من بعد هي فاش تحكم، فاش سالينا الجلسه 5 شهور 15 يوم، بقات لي 10 ايام كملها والطياره، عمرو ما حضر، والديه كاينين في اكادير، كلشي الدنيا هانيه ما كيحضرش. بدات المرحله الاستئنافيه باختصار، ما كيجي حتى واحد، دير تعاون قضائي من بعد، ولاو تتناوبوا على الشواهد الطبيه. والحمد لله اخيرا يعني من بعد عام والزياده، كانت اول جلسه شهر جوج، هاد شهر جوج جاو 3 ديال الاطباء اللي شرحوا ولدي، واحد طبيب اللي ما تثبتوش النيابه العامه، ما تثبتوش المحكمه اللي كانت عندي الجلسه اليوم في المحكمه الزجريه، داكشي اللي جيت كازا، دار راي طبي، ورقه هذه كنسميها ورقه، راي طبي بدون امر قضائي بدون انتداب المحكمه، من واحد اليوتيوبر بامر من اليوتيوبر فلان فلاني، لا هو قال صحفي، ولكن انا باش كنفهم الناس يوتيوبر، انا كان كيصحاب لي انا صحفي، بامر من اليوتيوبر الى الطبيب فلان فلاني الخبير اللي في الدار البيضاء، وصفت ليه في الواتساب، وصفت ليه شنو، ما صفت ليهش الوثائق كاملين ولا التشريح كامل، صفت ليه غير بعض الوثائق، وصفت ليه الاقوال ديال المتهمين. وبناء على هذا دار الراي الطبي في نهار الحكم الابتدائي، تحطت هذيك الوثيقة بقدرة قادر في الملف دولدي، وبقات وتحكم بها. احنا ما فهمناش في الاول التعليل ديال الحكم في الابتدائي، تشار ليها هي باش تحكمات. استئنافيا اللي هو نهار 28 كانت صدمة ديال حياتي، لان جابوا الطبيب هذاك الطبيب، اعترضت النيابة العامة بانه يهضر، لكن الهيئة كار لها رأي اخر خلاو يهضر. وثلاثه ديال الاطباء اللي شرحوا ولدي، طب اش كيقولوا جايبين تصاور، لان ما كاين لا عندي لا عند بنتي لا عند حتى واحد، لان جوتها مجرحه شي تصاور اللي ما كيكونوش عندنا حنايا. قالت اكدوا واجمعوا بان مضروب باداه راده، كيف ما مكتوبه في التشريح، اداه راده على الراس، ضربه مباشره خرج ليه المخ ديالو ولدي، من بعد مجرور جر الجسد، واستبعدوا كليا بانه يكون سقوطا من السياره، لانه ما قال لك تعصب ولدي انا سكران ورمى راسه من السياره، مش انا ولدي حمق، انا راه ولدي فاعل جمعوي ملي كانت عنده 16 عام، وبلا ما تسولوني انا، ديروا شاريز امين ودخلوا الفيسبوك ديالو وغتشوفوه، لي كومباتريوت لي 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 روتاراكس جمعيات اللي كان معاهم ملي كان عمره 16 عام، يعني ولدي مرضي الله يرضي عليه الدنيا واخره. اكيد الناس عارفينه، اللي كيعرفوا امين راه عارفينه. حكم ابتدائي ظلمني، الحكم الاستئنافي ظلمني، ولكن عندي باقي امل. انا تحطمت نهار الحكم، حطمني التعليل، وباقي واقفه بدعوات المغاربه، دعوات الناس، راني واقفه على رجليا. واليوم كانت عندي اول جلسه مع الطبيب، الحمد لله دخلت في الخط استاذه الابراهيمي، وطالبات بان هذاك اليوتيوبر اللي في مسجون حاليا، ماشي انا اللي يعني بسببي انا مسجون، قضية اخرى الله اعلم شنو هي، انا دايره به 3 ديال الشكايات اخرين ديال التشهير من غير هذه اللي هو الطبيب، طالبات النيابه بان يجيبوه من السجن ديال ايتملول السجن عكاشه باش يستمعوا ليه هو الطبيب. واول وثاني جلسه غادي تكون نهار 20 في شهر 5، املوا خير، نتمنى الخير.
نتمنى الناس تدعيو معايا، محتاجه الدعاء، محتاجه الدعاء، محتاجه غير الدعاء. اللهم اني مغلوبه فانتصر، محتاجه الدعاء. انا تحقرت بزاف، انا ضعت في حق ولدي، انا ما طالبت حتى شي حاجه، طالبت غير بالعدل والانصاف صافي.